السد، يعني معنى كده ان معامل الامان او دراسات الامان للسد كمان فيها ارق بالنسبه للمصريين، فكل ده قلق عند المصريين وخصوصا بعد 10 سنوات من المفاوضات الماراثونيه وما طلعش حاجه في الاخر. حضرتك تقول لي الناس ايه اللي قلقانه وتقول لي ايه وتقول للناس اللي في القاعه ايه؟ تفضل حضرتك اللي تقول، انت اشطر مني في كده. والدكتور هشام موجود طبعا من زملاء، بس يعني هو ببساطه طبعا الموضوع محزن والموضوع مقلق ولازم نقلق. يعني انا بقول القلق بتاع الناس دوت قلق مطلوب ولازم نبقى قلقانين كلنا، مش الناس بس، ونتابع وعلى امل ان هو الاخوه في يعني يرجعوا لحاله او يبقى في حاله تعاون، لان التعاون دوت تكلفته ارخص بكتير قوي من اي حاجه تانية. فتكلفة التعاون أرخص من أي حاجة تانية، وبالتالي الوسيلة المثلى للتنسيق بين الدول هو التعاون والتكامل، ده هيجنبنا حاجات كتيرة. ما تبسطهمش يعني، فالحاجة اللي ما تبسطش إن أنت بتقول الحقيقة إن إحنا عندنا مشكلة. التشريعات دي مهمة، التكنولوجيا تطبيق التكنولوجيا ده مهم في إدارة المية، الري الذكي مهم، البحث والتطوير، تشجيع كل المستويات. يعني إحنا النهاردة في المعرض مثلا شفنا طلبة ثانوي عاملين ابتكارات وليهم جلسه في اسبوع القاهره الماضي، في منهم 2 نشروا ورقتين بحثيتين محكمتين، فده حاجه برضو مهمه ان الجيل الصغير نفس العمليه بنخش على الخريجين في احسن مشروع تخرج، في الباحثين احسن بحث